من محطة المترو تسافر بك الكشافة إلى محطات الثورة، أيقونات ثورية في تقاسيم ملامحهم، تفاصيل تضحيات دامت قرونا وعقود، صور من ذاكرة وطن قد رسمت بحبر التاريخ تورث جيلا بعد جيل، وقد نهلوا من مبادئ ثورة نوفمبر ما رسخ في قلوبهم حب الوطن. وحنا هادو الأشبال والكشاف والمتقدم والزهارات دائما نغرسوا فيهم حب الوطن بهذه المعارض اللي كنتم تشوفوا الصور الحية اللي راهي عايشين معها. وعدنا كما نقولوا احنا المعرض مليك على الشهداء وعلى المجاهدين، وحنا هذه الناس ضحت بالنفس والنفيس باش تحيا الجزائر. معرض للشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس من اجل الجزائر حرة، واحنا ونحن بفضلهم الان احرار، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. الكشافين والاشبال حب الوطن والقيم والمبادئ اللي ما لازمش تخلوا عليها، مش الجزائر دائما تبقى حرة مستقلة وننقلوها جيل عن جيل. هنا من معرض مترو الجزائر تروي اللوحات الفنية مراحل مختلفة من ثورة التحرير، يؤكد أبناء الجزائر أنها لا تلهم الجزائريين وحدهم بل كل حركات التحرر والانعتاق. الثورة الجزائرية هي ثورة ملهمة لكل حركات التحرر في العالم. تاريخي بالنسبة لكل الجزائريين، وثورتنا هي ثورة ملهمة لكل العالم. تحية الجزائر.